بالخير ومرحبا بكم في نشاط البلاك ميل اليوم فبراير 20. أنا اسمي حنين. تتوقف الأحداث الطالبية الأسود لنشاطات التالية في شهر التاريخ للأسود يوم الجمعة في الصباح 11. سيكون هناك تجمع في الساعة 7:45. في 20 فبراير هناك متحدث ضيف خلال فترة الغداء D13 في الأربعاء. الطلاب سيجودون للتصريح ويمكنهم إحضاء أغاديهم. الطلاب قد يجون السيدة ديلكروز وأنا على الحصول على التصريح. في 23 فبراير سيقوم الاتحاد الطالبي الأسود بعمل معرض في القاعة المستدارة روتاندا. أوكي. لقب ملك جمعية الولايات المتحدة في 22 ستكون هنا. الطلاب سيتشودون إلى تصريح لهذا النشاط. هذا السبت يمكن الحصول على فستان راقي مجاني من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا في جارب. هذا السبت يمكن الحصول على فستان راقي مجاني من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا في اللايبرري. جرب الفستان واخذ BHS مكتبة أحدهم معك. تفضل بمشاهدة العروض التاجية على ميديا كاس يوتيوب والمزيد والمور. المكتبة أيضا فيها متناسب بوجود الجميع التاب على الأمات. السيد سارف سيقلب الطاولة هذا العام. تفضل بمشاهدة العرض الترويجي على شاشة ميديا كاس يوتيوب وتحقق التحسينات في استوديو. أوكي. تفضل بمشاهدة العروض الترويجية على شاشة ميديا كاس ويوتيوب وتحقق من التحسينات في استوديو. أنا اسمي حنين وهاي كانت نشرة بليز بونتن بتاعكم.